صباح الخير يا علاء، صباح الخير يا فرح، صباح الخير لكل المشاهدين. نحن الآن نتواجد هنا في بلدة سباستيا شمال غرب المحافظة التي فوجئت هذا الصباح هذه البلدة باقتحام قوة احتلالية مكونة من عدة دوريات وجرافة، أقدمت هذا الصباح على هدم منزل المواطن محمد أبو السعود والذي يبدو من خلف الركام الذي حولت هذا المنزل الذي قام المواطن منذ أكثر من عامين بالبدء في بنائه، حيث كلفهم مبالغ طائلة ليعيش هو وأسرته المكونة من 6 أبناء والوالد والوالدة. وبالتالي هذا الإجراء الاحتلالي جاء تحت حجة وذرائع بأن البناء هنا كان دون ترخيص. هذا الادعاء الاحتلالي يدمر أحلام الكثير من العائلات الفلسطينية في القرى الفلسطينية، لا سيما أن مستوطنة شافي شمرون لا تبعد أكثر من كيلومتر أو أقل من محيط المنطقة هنا، وبالتالي التأثير السلبي على الواقع الحال في هذه المنطقة بات يشير إلى حجم المأساة التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني. متابعة لهذا الموضوع معنا السيدة أسماء أبو سعود صاحبة هذا المنزل. سيدة أسماء صباح الخير، تحكينا شو اللي صار معكم؟ يسعد صباحك. احنا كنا نايمين فالساعة 4:30 نتفاجأ انهم الجيش كانوا باب الدار، معهم منش على جرافة وفي تاني جرافة ومعهم كمان الجبات الجيش، فانه لما دقوا على الباب حكينا لهم انه نلبس فما اعطونا مجال نلبس، صاروا يكسروا بالشبابيك وبالبواب، فكيف لبسنا وكان الاولاد نايمين كيف لبست الاولاد كيف طلعنا، فبنتفاجئ انهم جايين يهدوا البيت، فحكينا لهم طب بدنا نطلع اغراضنا، حكونا لنا معاكم بس 20 ثانيه، طبعا يعني بعد معاناه يعني انه لرضيوا خلينا نطلع مش كل الاغراض نصف الاغراض، فهدوا لنا البيت وهي زي ما انت شايف مشردين طلع كيف الاطفال يعني احنا بلا مأوى. قديش لكم تبنوا في هذا البيت وقديش عدد سكانكم؟ إلنا تقريبا سنة ونص، يعني سنة ونص يعني وتعبنا. لكم سنة ونص ساكنين هون؟ إلنا سنة ونص يعني كل شيء يعني كان عن طريق إنه تعب ومجهود. يعني حلمكم تبنوا هذا البيت وبعد ما تم بنائهم في لحظات تم الحلم بلحظة. هدموا الحلم بلحظة. يعني لملمت حال الديون. هدموا الحلم بلحظة يعني كيف أحكي لك، لملمنا حالنا تلملم يعني بصعوبة لأنه بنينا وشفنا هذا البيت وراحت بثاني. ربنا عودكم. قديش عمر أولادك هون؟ هاي عندك أكبرهم عمره 10 سنوات، أكبر ولد فيهم عمره 10 سنوات، وهي هدول الأطفال. في ثاني واحد صغير وفي كمان لسه كمان طفل ملفوف بكفلي، فهي طلع كيف لا إحنا هيك مشردين بالشارع يعني فيش لنا بيت يقوينا. أخوي محمد ربنا يعودكم، كيف بتشوف هذا الإجراء الاحتلالي بهدم حلمك اللي أنت صبرت من اجل انك تبني؟ والله ما انا عارف شو اللي بدي احكي لك اياه، انه كل اللي شايفه انت بيعملوا فينا وبقيمه وبحطوا، فيش لا لنا ارض نبني فيها ولا لنا محل ولا شيء، كله الهم، كل شيء الهم، وين ما كان الهم هم بيعملوا لهم بيساووا وفيش حدا منه من هاي البلاد اللي يساعد. الله يعوضكم بالخير. فبالتالي معاناة كبيرة يعيشها المواطن الفلسطيني هنا في هذه القرى التي تتعرض بشكل يومي وممنهج من قبل الاحتلال إلى اعتداءات متكررة. متابعة هذا الموضوع معنا محمد عازم رئيس المجلس. أخي محمد، كيف بتشوف هذا الإجراء الاحتلالي الذي يحول أحلام المواطنين إلى ألم مستمر؟ يعني في البداية نقول لهذه الأسرة الفلسطينية كان الله في عونكم في هذه الظروف الصعبة وفي هذه الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. نعم، سباستيا اليوم فاقت على جريمة جديدة بحق أسرة فلسطينية شردت. هذه الأسرة مكونة من 8 أفراد، 6 أطفال أكبرهم 10 سنوات أصبحت في الشارع لا مأوى لها نتيجة لممارسات وعنجهية الاحتلال الإرهابية التي يمارسها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. بالأمس هناك اقتحام لمخيم جنين وسقوط الشهيد ضرار الكفريني، واليوم سقوط هذه العائلة ضحية أخرى للاحتلال من خلال هذا التشريد الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. على بعد أمطار من هذا المكان مغتصبة شافي شمرون هناك أحياء استيطانية تقام على الأرض الفلسطينية، هم يقيمون الأحياء الاستيطانية على أراضينا ونحن أصحاب هذه الأرض يمنع علينا أن تكون لدينا بيوت تأوينا ومسكن يأوينا في هذه الظروف. طبعا هذه الإجراءات الاحتلالية التي تمارس بحق المواطنين
المواطن والشعب الفلسطيني ما هي إلا سياسة حكومة الاحتلال التي لم تتلقى أي رادع من المؤسسات والمنظمات الدولية التي يجب عليها أن تنظر إلى الشعب الفلسطيني، تنظر إلى أطفال الفلسطينيين ما هو مصيرهم نتيجة ممارسات الاحتلال وعن جهيته وإرهابه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. ما هي الإدعاءات الاحتلالية لكم كمجلس ومتابعة هذه القضايا، وماذا ستقومون أنتم بمتابعة هذه القضايا من أجل متابعة حقوق المواطنين؟ يعني من اللحظة الأولى التي تلقت هذه الأسرة فيها إخطار توجهنا إلى المراكز القانونية والجهات القانونية وتلقينا وعودات بأن لا يكون هناك أي أوامر هدم في هذه المنطقة أو لهذا البيت تحديدا، ولكن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل هذه القوانين وكل هذه المواثيق. نحن في بلدية سباستيان نقوم بالعمل على تقديم كل ما نستطيع لمساعدة هذه الأسرة حتى تتمكن من توفير مسكن يأوي هذه الأطفال في يقيم حر الشتاء وبرد حر الصيف وبرد الشتاء. طبعا هذه الأسرة الفلسطينية هي ضحية جديدة من ضحايا الاحتلال. طبعا سنتابع كل هذه الإجراءات أيضا مع كل المؤسسات الدولية والمؤسسات حقوق الإنسان وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا. أخيرا، عدد المنازل التي تم هدمها هنا في هذه البلدة من قبل الاحتلال تحت حجج وذرائع وهي؟ العديد من المنازل خلال العشر سنوات السابقة هدمت في بلدة سباستيا، منازل مسكونة ومنشآت سياحية ومنشآت تجارية هدمها، وهناك أيضا العديد من المنشآت ما زالت مخطرة بالهدم وهناك قرارات بالإزالة والهدم. وطبعا جيش الاحتلال أبلغ هذه الأسرة عندما انتهى من هذا الهدم بأنه سيقوم خلال الأيام القادمة بهدم منازل أخرى في سباستيا لنعرف لمن تعود هذه المنازل. شكرا لك سيد محمد عازم رئيس بلدية سباستيا. إذا مشاهدينا، ما نراه الآن هو جريمة بحق الإنسان الفلسطيني من خلال قيام الاحتلال بهدم منازلهم ومساكنهم وتشريد هذه العائلات الفلسطينية التي عملت طيلة سنوات من أجل بناء منازل لتأويها. إضافة إلى ذلك آلاء وفرح، تم هدم هذا الصباح على بعد كيلومترين من هنا قيام قوات الاحتلال بهدم مغسلة للمركبات تعود لأحد المواطنين في بلدة بالزارية، حيث قامت هذا الصباح بهدم هذه المغسلة وذلك بحجة البناء دون ترخيص. وبالتالي هذا اليوم استفاقت بالزارية وسباستيا على عمليات هدم ممنهجة لمنزل ومغسلة للسيارات، إضافة إلى قيام الاحتلال هذا الصباح بعمليات دهم العديد من الأحياء السكنية داخل مدينة نابلس والشروع بعمليات دهم لهذه المنازل والقيام باعتقال ثلاثة مواطنين من أبناء المدينة. إذن جرائم الاحتلال مستمرة ومتصاعدة بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع من أجل تسريع وتيرة الاستيطان على هذه الأرض ومحاولة تشريد المواطن الفلسطيني ومنعه من البناء فوق أرضه. إليك آلاء وإليك فرح.